الكلمة الآن لمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ومساكم الله بالخير جميعا. اليوم من الأيام المباركة للمملكة العربية السعودية. قرار مجلس الوزراء المبارك موقر هذا اليوم بإطلاق برنامج حساب المواطن، وهذه المناسبة يسعدني باسم أبناء وبنات الوطن الكريم أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على دعمهم اللامحدود وعلى اهتمامهم بالوطن والمواطن. وهذا البرنامج الذي انطلق وهو من المبادرات التي أطلقت في رؤية المملكة 2030 الإصلاحات الاقتصادية العظيمة لهذا البلد العظيم. البرنامج الذي نحن سنتحدث عنه اليوم وهو أحد البرامج الإصلاحية التي أطلقت في رؤية 2030. البرنامج هو برنامج شامل يضمن رفع كفاءة الإنفاق والدعم الحكومي في جميع المجالات. وهذا الحساب، حساب المواطن الذي سنتطرق إليه بالتفصيل إن شاء الله الآن من خلال العرض القادم، هو أطلق بعد دراسات مستفيضة أخذت أشهر عديدة لضمان تخفيف الأثر المباشر وغير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، والتي تصب في رفعة هذا الوطن وتنمية اقتصاده، وأيضا ستكون له انعكاسات الإيجابية الضخمة على مواطني هذا البلد الكريم وأيضا المقيمين عليه. الإصلاحات الاقتصادية بما فيها الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار الطاقة، الوقود والكهرباء، وأيضا أي مبادرات اقتصادية ومنها القيمة الضريبة القيمة المضافة، وأي إصلاحات قادمة لاقتصادية. هذا الحساب أخذت الاعتبار جميع هذه القضايا التي ممكن أن يكون لها أثر على المواطنين. وسياسة هذا البرنامج سنتطرق لها الآن بتفصيلاً بعرض كامل، ولكن الذي أود أن أقدمه أن هذا العمل أخذ وقتاً ليس بالقليل، ودراسات مستفيضة، دراسات على الوقود وأثرها خلال الأشهر الماضية وعمت جميع مناطق المملكة، وحسبت الاستهلاكات أو معدل أو متوسطات الاستهلاكات من الوقود وأيضا من الكهرباء. فالكهرباء أيضا درست فواتير بعمق الكهرباء في مناطق مختلفة،
فواتير الشتاء والصيف، وأخذ معدل الاستهلاك الصيفي المتوسط، معدل الاستهلاك الصيفي للأسر في المملكة العربية السعودية، وبناء على ذلك رسمت هذه السياسة، سياسة حساب المواطن، التي تغطي أو تدعم الأثر الذي يحتمل أن ينتج من تصحيح أسعار الوقود والكهرباء. أيضا استهلاك الأسر من الوقود أخذ بعينات من جميع مناطق المملكة، وبناء على هذه الدراسات رسمت هذه السياسات. حساب المواطن أخذ وقتا ليس بالقليل لنصل أو ليصل بسياساته إلى ما سيتم إن شاء الله التطرق إليها بعد قليل. هذه المعطيات التي تم فحصها ودراستها بعمق بني عليها السياسات التي أقرها مجلس الوزراء الموقر مساء هذا اليوم. طبعاً حساب المواطن كما تعلمون، أو هذا البرنامج، بدأ التسجيل منه في فبراير 2017. خلال الفترة الماضية تم تسجيل أكثر من 3,700,000 أسرة، مكون أسري، وأكثر من 13 مليون تابع مع ال 13 مليون كاملا مع التابعين، رب الأسرة والتابعين مع. فهذا 13 مليون أيضا ليس بالأمر البسيط، دراسة هذا العدد وتسجيله وبناء منظومة أو منصة حساب المواطن، والتي يعمل بها من شباب وشابات المملكة العربية السعودية الرائعين المتميزين في أدائهم، أكثر من 90 شاب وشابة في العمليات، وأكثر من 600 شابة الآن في بعض مناطق المملكة هم المسؤولين عن مراكز الاتصال، وهم الذين يتجاوبون مع أي تواصل وإجابات واستفسارات تصل من المواطنين حول هذا البرنامج. فهذا الحجم العمل الذي أنفق والوقت الذي أخذ في هذا البرنامج خلال الفترة الماضية للتحقق والتأكد من مستوى أداء هذا البرنامج، وربطه أيضا ب 18 جهة حكومية لديها معلومات متعلقة بأي مسجل لبياناته في برنامج حساب المواطن، أيضا هذه من الأعمال الضخمة التي بني فيها هذا البرنامج العملاق. العمل هذا الذي تم في برنامج حساب المواطن والمعطيات التي أخذت في بناء سياساته والتي أقرها مجلس الوزراء هذا اليوم هي ما سنستعرضها معكم إن شاء الله خلال الدقائق القادمة. فأرجو من أخي المهندس علي راجحي مدير عام برنامج حساب المواطن الذي يعمل وزملائه الأفاضل ليل نهار، وأيضا زميلي الذي أعتقد أنه لا ينام الأخ خالد بالخيل، وأظن الجميع يعرفه، يتولون إن شاء الله العرض الكامل لهذا البرنامج. فأرجو من أخي علي يتفضل لعرض هذا البرنامج، وإن شاء الله في نهاية هذا البرنامج في هذا العرض يفتح باب الأسئلة
التي توضح لبعض الإخوة الأفاضل الإعلاميين المميزين الذين حضروا معنا هذا اليوم سواء من داخل المملكة أو من خارج المملكة. الإعلاميين يحملون رسالة مثل ما نحن نحمل هذه الرسالة، فرسالة سامية ورسالة لها مردودها القيم، ومجيئهم بهذا العدد ومشاركتهم معنا في هذا اليوم مشاركة تدرج الصدر وتعبر عن الاهتمام والصدق والحرص والتفاني في نقل الرسالة الإعلامية التي ستنعكس إن شاء الله إيجاباً على هذا البرنامج وعلى أعماله. وأكرر شكري وتقديري لكم، وهذا ليس بمستغرب منكم، فما تحملونه من هم لهذا الوطن مهما عملنا من أجله لأنه في حقه، ولكن التعبير بمجيئكم اليوم ومشاركتكم لنا إطلاق هذا البرنامج يدل دلالة تامة على الاهتمام والحرص والتفاني لخدمة هذا الوطن المبارك، فلكم مني جزيل الشكر والتقدير. شكرا معالي الوزير، وشكرا على هذه الكلمات التي يعني أطلقتها على الإعلاميين وأنا واحد منهم. الآن المهندس علي بن هادي راجحي مدير عام برنامج حساب المواطن يطلعنا على مزيد من التفاصيل حول سياسات البرنامج.